أردن نعود، الإخوة المغاربة أخوتي، هي كلمة واحدة العقلية المغربية فاسدة، ماشي الحكومة ولا أخنوش، نحن الفاسدون. والفاسدون يقبلون بالفسد والفاسدين. إذا اللوم وهذا هو المشكل اللي عند الأحرار، كيتضاربوا مع الجرار العلوي، ولكن ما يجرونه وراء الجرار فهو ملكي، فخاسرين ثم خاسرين. أنا كنقترح الأخوة المغاربة، وهذا حديث قصير اليوم ما نطولوش فيه، ما ديروش هاشتاك ارحل ازحل، لا لا، غنديرو واحد الهاشتاك ديال صلاة الغائب، ماشي استسقاء، يا ربي يا مولانا يا جلبانا، لا خصنا خرجات، خصنا صلوات، خصنا نصليو على الغائب. اوكي، ديرو الجمعة ولا اتنين ولا فوق ما ديرو صلاة الغائب على من، عن من سنصلي؟ عليك أيها الشعب المغربي خصك تخرج دير صلاة الغائب على راسك، زوينة هاد القضية، انت ميت انت كتقراو على الموتى وزعما انتوما احياء، ديروا صلاة الغائب على راسكم انتوما. يتفضلوا الأئمة صلوا على راسكم على الأقل بعد ديك صلاة الغائب اللي كنعرفها، أنا ما كنعرفش ما فيهاش الركوع والشخور النوم العميق، فديروا هاد اللعيبة هادي، صليو على راسكم متو، وأحسن ما يصليو عليك شي وتعوى، دير راسك أنت كتسنى الناس خرين يصليو عليك بأنك ميت، انت ميت صلي على راسك اصاحبي، كتنقص المصاريف والطلبه والمقبره راه مقبره جماعيه، مقبره سميتها المغرب، كتقلب على شي مقبره مقبرين فيها الناس، اكبر مقبره هي ديالكم، فانا غير كنصحكم صليوا على راسكم وفيها اجر عظيم. إلا صليتوا على راسكم بأنكم متوا، السماء ستستجيب للصلوات ديالكم، غير ما عرفش أنا شو كيقراو ملي كيموت واحد الإنسان، غير كيطلبوا ليه، وطلبوها حتى راسكم نتوما كتستحقوا هاد إلا كانش فيها، واش كتجبدوا شنو كان كيدير ولا اش دار، ما كتجبدوش هاد الهضره. كان في حياته قيد حياته يؤمن، لا ايمان لا والو، فاذا انتم موتى وما فيها التعيب باش نقصروا الوقت، باش نبقى كل واحد مات نديروا عليه صلاه الغائب، نديروا عليكم كاملين، انا غنصلي معاكم، نقول غير اتفقوا فوقتاش قسما لازم تنصلي عليكم بانكم موتى، يتطوعوا شي ناس
يقول لي فوقتاش بغاو، هي يستحسن مر العصر، مر صلاة العصر. أنا أريد أن أصلي معكم. أي سجل نخليها في صلاة الاستسقاء، صلاة صلاة الغائب. من الغائب؟ شعب. ما نصليوش على شعب، ونشاركوا هنا احنا في الشعب، ونصليوا على راسنا بنمتنا، وسهلة الخوجة، وفيها أجر كريم وكبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. إلا عند الملكية، الملكية إلا درتوا هذه القضية غتغضب عليكم. الملكية ما يا سيجارة بقى ديك الهز الأرضية ما كنت ناولش. أنا كان أكل غير ديك شي بيو بيو خضيرات والعيبات، وما كان أكلش ديك السموم. ولكن أنا معكم إلى غدا، بعد غدا، بعد بعدو، شوفوا اختاروا النهار، علمونا، شعرونا، نديروا صلاة الغائب المتوفى، نصليو على بعضياتنا. واش فيها عيب عاوتاني؟ حنا ميتين نصليو على راسنا، مادام حنا كنوقفو كندردكو كنتوضاو كنحزقو كنشاهدو، يعني مستشهدين. صافي تفاهمنا، يلا عطيونا اشعار بان فوقتاش غتكون هاد صلاة الغائب على الشعب المغربي. وفيه احياء، ولكن غنصل ما فيها عيب. واش فيها عيب عاوتاني؟ ولا معارضة للقرآن هاني، ولا الدين الحنفي والسلفي والزليفي وحنبل وقنبل، وبغيت نصلي على راسي انا قبل ما نموت، واش فيها شي اشكال هاني؟ بغيت ندير صلاة الجنازة على راسي انا، واش شرعيين؟ شرعا وشرعيين ومشروع، واش في شي مخالفة في الشرع والشريعة والمشروع؟ حنا ميتين بغينا نصليو على راسنا بأننا ميتين، يا الله فيها عيب؟ فيها عيب؟ والله سيستجيب الدعوات ديالكم في الصلاة ديالكم على الموت ديالكم. يا الله تحياتي، ما نكيشون ما فيا ما نهضر اليوم، درنا واحد تكشبيلاتي ولا يلا قلع انقشون.